تحياتي. تقنية الفار بعد ما تطبقت في البريمير ليج نزلت من السماء طف الأرض انتهت، الجميع بيهاجمها، الجميع بينتقدها. وين مشكلة العالم حاليا مع شبكات التواصل الاجتماعي؟ انه عالم انفعالي، عالم يمشي مع بعضه حسب الموجة الأقوى. يعني تحت نهاية كأس العالم 2018 الجميع أجمع انه بدنا فار بدنا فار بدنا فار، عظيم، شوف الكأس العالم رائع، ولا غلطة، البطل بيستحق، كله تمام 100%، بدنا فار. الموجة كانت هيك، فالجميع عاشت فيه. الشركات اللي عندها دراسات وإحصائيات تجرأت نشرتها بنسب الفار وتحقيقه للعدالة في العالم. الآن الموجة بعد ما البريمير ليج، طبعا نعرف انه الأقوى إعلاميا حاليا، حتى عربيا يعني صار راس براس مع الليغا بعد ما كان الليغا متفوق عليه، بس بالعالم كله البريمير ليج كثير سحب على الدوري الإسباني. الآن صارت في موجة لا سلبية، 5 دقائق ليأخذوا القرار وخمس شو، فرجعت في موجة سلبية جدا على الفار وسوف تقضي على كرة القدم والتقنية وهذا الكلام. وهذا الكلام صحيح لو إن أخذناه إنه هذا اللي بيعملوه الإنجليز هو الصح. اللي بصير الآن إنه واحد بيمسك موزة وبيعمل فيها سلطة مع بندورة باختصار. فبتقول يا أخي شو هالسلطة، بديش أكل سلطة من يوم وطالع. فعليا الخطأ إنه في بني آدم أعطيته موزة ما عرف وين يأكلها، ما عرف كيف يأكلها باختصار. فهم نفس الشيء عندهم هالتقنية مش عارفين يستعملوها، فاستعملوها بشكل خاطئ لدرجة بتشعر انهم بتعمدوا يقولوا للناس الغوا الفار عشان نلغيه لانه احنا ما بدنا اياه. بتحس انهم متعمدين بهذا الاسلوب. قال لك بديش اوقف اللعب فبدي اطلع الشاشة فوق، صار يوقف اكثر. يعني في نوع من العناد، في نوع من التعامل، في بعض المواقف بوقفوا عليها مبينة. يعني ركلة جزاء لاعب بيك رافع ايديه، ليش ترجع للفار؟ مبينه خلص بلنتي وامشي، في قرارات بتمشي، تسلل واحد 50 متر قدام اللعيبه الثانيين، شو بتستنى؟ شو بتشك؟ شو بتفكر اصلا؟ الحكم لازم يرفع الرايه فيها 5 متر تسلل، شو بتفكر؟ شو مدى الشك؟ شو مدى القلق اللي عندك؟ شو مدى هزيمه الثقه بالنفس اللي عندك؟ الفار كتقنيه له نتائج، يعني اللي بيحضر الدوري الالماني وبيتابعوا الصحافه الالمانيه بيعرفوا انه بنحكى عنه بجوز مره بالشهر. ونتائجه كانت ايجابيه جدا، يعني رغم القلق كان في المانيا اولها انه كان في شركه اللي توفر التقنيه كان عليها شبهات فساد فقط، لكن بعد ذلك كتطبيق في ارض الملعب 100% ما في نقاش. يعني حتى في دراسه بتقول انه الاخطاء القاتله نزلت عندهم اكثر من 90% التحكيميه. بايطاليا ربما موقفين او ثلاثه في الموسم اللي نافس فيه نابولي ليوفنتوس هو الموسم اللي كان فيه 3 أو 4 لقطات فيها شبهات، وانه مش شبهات تجي تقول انه مصايب، خلص الحكم شاف وقرر، بس باقي المباريات كان فيها بالاجمال شكل جيد. الطليان تراجعوا الموسم الماضي بالنسبه، فصار في قرارات سيئه اكثر، الاعلام صار اجريسيف اكثر، السنه هاي الامور اهدى ربما الموقف او موقفين. باسبانيا نفس الشيء، معظم المواقف هادئه، بس طبعا بنعرف جمهور مدريد وبرشلونه دائما الاثنين مظلومين بعد كل مباراه، يعني ما في هذول الاثنين دائما مظلومين وظالمين، يعني المدريدي بيشوف برشلونه ظالم والمدريدي بيشوف برشلونه بيشوف مدريدي ظالم، وهذا للابد هذا ما بتنتهي. بس بارض الملعب لما نفكر بالواقعيه لا والله القرار هون خطا، بس الفيديو واضح، التقنيه واضحه، المشكله مش فيهم، المشكله بالحكم اللي بيشوف الصح وبيعمل الغلط. هذا بدور الاسباني ولا الايطالي وحتى الالماني، يعني الحكم بيشوف قرار واضح جدا انه هيك، واحد بيضرب واحد كف تيجي تقول الفاول عليه انضرب، يعني هذا واضح، لكن مش هنا المشكله بالتطبيق، المشكله بالحكم بمستوى الحكم هون مش بالتقنيه. بانجلترا المشكله بمستوى الحكم كانت السنه الماضيه، والان اصبحت المشكله بطريقه تطبيق التقنيه وبالملل اللي بيعملوه وبالمبالغه بالدقه. يعني شوي بدهم يقولوا لاعب رمشت عينك، انت لو ما رمشت كانت عينك لورا لو مش تسلل، بس انك رمشت مشيت لقدام اخذت تسلل، يعني شيء مستفز، شيء بتحسه متعمد. الاكيد انه الفار حيساعد الناس، الاكيد انه لازم يمشي، واضح جدا اللي بصير في انجلترا نوع من انواع انه ما بدنا اياه، وكانوا ما بدهم اياه، وفرض عليهم فرضا بعد المشاكل الكثير اللي صارت الموسم الماضي بالدوري. فالتقنيه صح، الناس بتستعملها غلط. الان شو المستقبل؟ المستقبل واضح. الانجليز اخر الموسم يا حيصوتوا يقولوا ما بدنا اياه لانه والله خرب كره القدم، وهذا يعني اللي هم بدهم اياه صراحه البريمير ليج والاتحاد الانجليزي، وما بعرف ليش عندهم يتميزوا دائما بكل شيء بطريقه بعض الاحيان مستفزه، وبنفس الوقت ممكن يصير انه لا والله خلص بدنا ننزل شاشه او بدنا نعمل انفستمنت اكبر بالفلوس ونجيب حكام اكثر عشان حكم ثاني اضافي يشوف الشاشه من تحت وحكم من فوق ويعلجوا لنا الدنيا اكثر. بس انا اعتقد المنطق البسيط تنزل الشاشه تحت والحكم يروح يشوفها والقرارات تصير محدوده، ويا اخي
تصير محدود العوده للفار بالملعب، يعني انا موافق تصير زي العين الصقر والتحدي اللي بصير في التنس، ثلاث مرات هون وثلاث مرات لهذا الفريق، يعني مستحيل تنظلم بغير اكثر من ثلاث قرارات في المباراه، واذا اخذت لك ثلاثه منهم صح يعني فيها ثلاث جوال يا الك يا عليك، يعني بصراحه اكثر من هيك يعني مستحيل يكونوا قاصدينك يظلموك ب 20، اذا الانجليز خايفين مساله كثره العوده للفار، فاعطي ثلاث بثلاث، بتكون انت طورت القانون، بتكون انت اخذت خطوه للامام، وبنفس الوقت أرقطت التكنولوجيا اللي هي فعليا بالمونديال عيشتنا تجربة جميلة، بدور الأبطال آخر المواسم عشنا تجربة جميلة، بالتالي يعني في شيء غلط، ليش كل الناس مشت أمور معها تمام إلا أنت اللي عملتها كارثة؟ أنا ما زلت مؤمن، الفار ممتازة، الفار حتنقذ كرة القدم للأمام، الفار حتلغي هدف مارادونا، حتلغي هدف إنجلترا بألمانيا، وهدف إنجلترا بألمانيا حينحسب اللي بال 2010 واللي ب 66 كان حيلتغي، هذه هي كرة القدم، هذه هي حالة الفار الآن، الإعلام الإنجليزي عنده موجة من الانتقادات التقنية مع أنه عارف التقنية ما قالت فاول، اللي حكى فاول بني آدم واقف ورا التقنية لا أكثر ولا أقل. بنوصل لنهاية هذه الحلقة، كنت معكم أنا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام، وضروري جدا تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.